هل من الواجب صلاة ركعتين تحية المسجد؟ وإذا كنت مسرعا في أمر، تحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق.